السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء كنتمناكم تكونوا في أحوال طيبة وعلى ما يرام. المشاركة ديالكم معنا في قناتنا الإعجاب ديالكم على بركة الله. النهار غنشارك معكم واحد الوصفة كتجي خفيفة دغيا كتوجد، عبارة عن بيتزا بالبيض. أنتم غتشوفوا كيفاش غادي تجي في النهاية، وبالتأكيد غتنال الإعجاب ديالكم وغادي تجربوها إن شاء الله على بركة الله. غنبداو مع المقادير. هنا عندنا هاد الفلفل هنا مقطع، هادي عندي هاد الفلفله صغيره انا كنقطعها حتى هي حلوه ماشي حاره. طماطم هكذا مقطعه مربعات. عندي البصل هنايا بديت كنشحرو في المقلاه، بصل مقطع هكذا مربعات، شرائح مربعه. غنبداو مع العمليه ديال هاد المكونات الثلاثه، نقليوهم في المقلاه باش ننتقلوا للوصفه ديال البيتزا بالبيض. هادي البصله ديالنا كتقلى، كنزيدو فوق منها هاد الفلفل توت تقلى معاها، نضيفو فوق منهم الفلفل الاسود، قليلين الملح صافي، ونضيفو ديك الطماطم حتى هي باش يتقلاو مع بعضياتهم. من نقليهم تيتشحروا لنا شويه ونتلاقاو باش نبداو مع المقادير ديال البيتزا اللي غنديروها في المقلاه. هيا دي بعد ما شحرنا غنحطهم جانبا باش غادي نمشيو دابا للبيض. الطريقه اللي غنستعملها في البيض باش غادي نديرو هو الاساس ديال البيتزا ديالنا. عندنا هنا الخبز يابس، هذا الخبز اللي كيبقى في الدار، اي خبز عندكم هكذا يكون يعني قابل انه يعني يبس لكم في الدار، ها هو غنستعملوه. استعملوا 3 حبات بيض ولا 4، انا غندير 4 حبات بيض. الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر الحلو، الملح بطبيعه الحال. اول حاجه غادي نديروها دابا في هاد المقله ديالنا، هي دابا كتسخن على النار. غادي نجيبو هاد ولينكس اي طحانه، غنطحنوا هاد الخبز باش رجعوه باش يرجع لنا غبره. غنطحنهم نطحنوا ونرجع نرجع. ها هو هذا طحنتو كيف رجع لي كما كتشوفوا هكذا. نحتفظوا به حتى غنضيفوه فوق البيض ما يكون كيطيب. نجيو هنا غادي نديرو هاد البيض ديالنا باش نخلطوه. تحب 4 حبات بيض انا درت، شويه الفلفل الاسود، قليل من الفلفل الاحمر باش كيعطي هذاك اللون، الملح حسب الذوق، كل واحد يدير الضوء لان الفرماج مالح ما نكثروش الملح. عاد نديرو فوق منهم الفرماج، نجو الخليط. المقله عندنا هي كتسخن فوق النار، غندير فيها القليل من الزيت وغنمشي نصبو هذا الخليط ديالنا مباشره فيه. هي ديال المقله كنتاكدوا انها سخنات، ضفنا هنا القليل من الزيت ما نكثروش غير القليل من الزيت. صبيناه غادي نديرو نصبو البيض ديالنا. نغطيو عليه، نجيبو الغطاء ديال المقلاة ونغطيو عليه. من بعد ما صبيناه ها هو بدا كيتجمع من التحت، غادي نجيبو هذا الخبز نفرتوه فوق هذا البيض قبل ما يطيب باش يتجمع معاه هذاك الخبز اللي طحناه قبيله. كنصبوه كله فوق منه وغادي يتجمع مع البيض، وغادي نغطيو عليه حتى يتجمع لنا شويه البيض باش نقلبوها. في هذا الاثناء اللي هذاك البيض ديالي باقي على النار، ما نجهدوش النار، خليوها النار يعني متوسطه. غنحتاج الفرماج، غنحتاج الكيتشوب، الكيتشوب هو اللي غنديروه الصوص ديال الطوماط فوق البيض. نحتاج هاد الخضر اللي شحرتهم قبيله، والزيتون اسود مقطع. ثم غتدخلوا اي حاجه كتفضلوها، انا هادشي اللي غندير في الواجهه ديالها من الفوق. نبشروا العمليه من يطيب البيض من الاسفل. هيا دي من حسينا بها طابت من الاسفل، خصنا ضروري نستعملوا في هاد الوصفه مقلاه ما كتلصقش. الا لصقت لنا ما درنا والو، يعني خصنا ضروري غنقلبوا هادي دابا. هذا هو غادي يرجع الاسفل ديال هاد البيتزا. حنا من بعد ما قلبناها
صافي العناصر لتحت كلها غادي تندمج. دابا غنبداو نديرو هنايا المكونات اللي وجدنا. اول حاجه غنديرو غندورو الكيتشوب، غنمشيها لها على هاد الوجه ديالها كامل. غادي نزيدو الفرماج من الفوق، حنا مشينا الكيتشوب، غادي نديرو القليل من الفرماج لتحت. غادي نجيبو ديك الخضر اللي قليناهم، تقدروا تضيفوا اي حاجه كتفضلوها نتوما، عارفين بيتزا اي حاجه كديروها من. غادي نصب هاد الخضر ديالي، نوزعها من فوق. دابا غنوزع هاد الزيتون الاسود كيعطيها يعني اللون مع الالوان هنا الاحمر الاخضر، كنزيدو الاسود. وغنزيدو الفرماج دابا من الفوق ديال هادشي كله، ونغطيوها بالغطاء ديال المقلاة. صافي تيذوب ديك الفرماج وها البيتزا واجدة. دابا فرشنا الفرماج وغادي نغطيوها بالفرماج، ضروري تغطيو لها الوجه ديالها بالغطاء ديال المقلاة. والبيتزا ديال البيض والخبز اللي كيكون يعني بقى يلبس في الدار كنستغلوه. صافي دابا غنغطيو عليها القليل من الزعتر، غنرش من الفوق القليل من الزعتر. نغطيو عليها، غيبان الفرماج داب وتماسك مع العناصر. هالبيتزا واجده على فكره، النار كتبقى دابا هنا مهيله من جهد، واش الا جهدنا راه الطبقه التحتانيه غتحرق والفوق ما عادش باقي ما داب. غادي نخليوها دابا على نار مهيله حتى يطيب ديك الفرماج يذوب، مجرد غادي يذوب. ها انتما كما كتشوفوا شفتوا ها الفرماج بدا كيذوب، يعني غادي تجي اكثر من رائعه. غادي نتلاقاو مع التقديم النهائي ديالها. وهي هذه البيتزا ديالنا ديال البيض مع فتات الخبز، كتجي رائعة. هانتوما كما كتشوفو كتقطع، تسناوها شوية تبرد على الفرماج ونتناولوها بالصحة وراحة. حاولوا تجربوها إلى نالت الإعجاب ديالكم، إلى جربتوها تناولوها بالصحة والعافية. ما تنساوش تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء، مع السلامة.